بنرحب بحضراتكم مرة تانية. لسه البيت الكبير مستمر. فقرتنا الحوارية دي معانا فيها واحد من نجوم النادي الأهلي في مركز حراسة المرمى، كابتن أحمد فوزي، طبعا حارس مرمى النادي الأهلي السابق. هنتكلم معاه النهاردة في ملفات كتير، يمكن أهمها المباراة المرتقبة مع سينبا التنزاني يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله على الأهلي والسلام. دي الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. والتفكير النهاردة الجهاز الفني بقيادة موسيماني في منح راحة بعض اللعيبة بسبب تلاحم المباريات سواء مع الأهلي أو المنتخب الوطني، وحمدي فتحي خير مثال. يعني كمان هنتكلم عن مباراة المريخ، أكيد في دروس مستفادة، وانت حتى في شهر إبريل ده عندك كم من المباريات، فأكيد في دروس مستفادة لازم نستفيد منها من المباراة اللي عدت دي. في نهاية حديثنا النهاردة هنتكلم أكيد عن مسابقة الدوري، وبرحب بقى بالكابتن الكبير الكابتن أحمد. برحب بيك وكل سنة وانت طيب. الأول سلام وبحضرتك بالصحة والسلامة والجمهور كله، رمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية والأمة العربية جميعا يا رب. يا رب منورنا كابتن أحمد، ربنا يبارك في حضرتك، منورنا دايما حضرتك اللي منور الدنيا انت، ربنا يخليك منورين الدنيا بحالها. شكرا. أول ما سام كان في الانترو بتتكلم ان مباريات كتيرة وهزيت دماغك، هزيت دماغك وحسيت ان الموضوع فعلا مباريات كتيرة قوي للنادي الأهلي، مشاركات كمان اللعيبة على مستوى الدولي إذا كان منتخب أولمبيا أو منتخب أول متلاحقة، مباريات كتيرة جدا. على طول حاجي للسؤال اللي يمكن أول ما جه في دماغي لازم أسأله لك، محمد الشناوي هل من ضمن القايمة اللي ممكن الموسيماني يقول إن هو محتاج بريك شوية إنه يريح ودي فرصة مثلا لبعض اللعيبة؟ يعني عندنا طبعا علي لطفي مميز، مصطفى شوبير مميز، فدي بتيجي في حساب الجهاز الفني ولا انت شايف ان مركز حراس المرمى لا مش مجهد لان الناس بتفتكر عشان ما بيجريش مش مجهد؟ وجهه نظرك ايه في النقطه دي يا كابتن؟ طيب بدايه طبعا اكيد حارس المرمى من ضمن السكواد او ال 11 لعيب اللي بيلعبوا، ناهيك ان التمرين يا كابتن بالنسبه للحراس اقوى ثلاث اربع مرات طبعا بالنسبه للعيبه. ممكن يكون الحارس 90 دقيقة ما بيكملش 3 كيلو في المجمل العام، اقل لعيب بيجري حوالي 7 كيلو و8 كيلو، ده اقل لعيب اللي هو ما عندوش اي حاجة، انما اقصى حارس مرمى ما بيجريش 3 كيلو، ده بالحسابات الدولية. ولكن انت لما بتيجي تتكلم عن الحارس مرمى، التركيز بتاع حارس المرمى بيبقى شايل هم المباراة قبلها بيوم، ناهيك ان الشناوي كابتن الفرقة، القيادة محتاجة تركيز لوحدها، فدي بتعلي التركيز، اكبر حمل موجود في الملعب على اللعيب في اي مكان بقى. لا انت كمان بتزيد، يعني انا طبعا بايد كلامك طبعًا. الاماكن اللي بيبقى فيها الغلطه بجول بالظبط بيبقى لازم اللعيب يبقى مركز مليون في الميه، يعني ممكن المهاجم شويه يا عادي ما مره يلوش مره يجيب بالظبط، مش مشكله، لكن المدافع السيرد باك او الجول ما مش مستحمله يعني. اكيد بالظبط كده، فالحارس بيبقى عليه ضغوطات كبيره جدا. لو جيت تاني يوم بعد اي مباراه في الدنيا بتلاقي جسمك تقيل وتعبان وعضلاتك كلها ممكن ما تكونش عملت اي مجهود، ولكن الضغط العصبي والنفسي المجهود الذهني بيخلي عضلات اللاعب اصلها لوحدها قفشه، لازم يتدلك. دي جزء. الجزء الاهم، الشناوي بيلعب بقاله لو بصينا يمكن من السنه اللي فاتت، من اول ما ابتدينا من بعد الكورونا في شهر، اعتقد كان اول مباراه في شهر 10 لحد يومنا هذا الشناوي بيلعب، والتلاحم الموسمين مع بعض منتخب بيلعب ما بيريحش خالص. حتى الماتش الوحيد اللي ريحه كان وقف بتاع ماتش الاسماعيلي، تمام، فما خدش اي فتره من الراحه، منتخب راح ولعب المباراتين. حتى يمكن في الشوط الثاني من المباراه كابتن ايمن طاهر بيقول ان هو حس باجهاد فاثر ان هو يخرجه بره الملعب، ودي حاجه يعني ايجابيه بالنسبه للمنتخب، كفايه حمدي فتحي يعني. صحيح. المهم اكيد مباراه زي اللي جايه دي لازم نلاعب علي لطفي او مصطفى شوبير. لسببين لازم نلعب علي، لازم لسببين. اولا هي مباراه من وجهه نظري وديه بصوره رسميه، هو اول وانا تاني، وبنلعب من غير اي يعني مفيش حوافز. الحافز الوحيد اللي عندي ان انا النادي الاهلي، ما ينفعش اخسر، ما ينفعش اتعادل، انما يعني كل ماتشاتي بخشها بكسب، سواء بقى بلعب بالفرقه ايه، بالفرقه بي، بالفرقه سي، انا في جميع الاحوال انا النادي الاهلي لازم اكسب. بس الضغوط مش عليا ان انا هترتب، مثلا لو كنا كسبنا المريخ
كان هيبقى في ضغوط على اللعيبه ان هي عايزه ترتب وتطلع اول عشان تقابل تاني مجموعه تانية، انما خلاص احنا الموضوع انتهى واحنا تاني المجموعه وهنقابل اول اي مجموعه من المجموعات التانية. عشان كده الراحه لازم تكون بحسابات لناس كتير جدا، معظم اللعيبه اللي ما خدتش بالها كتير. كهربا كان موقوف بقاله شهر، ليه ما ياخدش في ماتش زي ده؟ وليد سليمان موقوف بقاله سوري مصاب بقاله فتره، ليه ما ياخدش ماتش زي ده تاهيل ولو ياخد 40 60 دقيقه بحيث ان رجله تبقى موجوده في الملعب. ده على ماتش سيمبا. في الناحيه الثانيه هنلعب بعدين النصر في الكاس. قبل النصر سوري هقول نقطه اضافيه وحضرتك تقول اللي انت عايزاه. ابتديت بعلي لطفي الماتش ده، ماتش النصر بتاع الكاس ادي مصطفى شوبير. لا بس اتفضل. هتدي مصطفى شوبير وبعديها بخمس ايام هتلعب النادي الاهلي، هل الفتره نادي الزمالك اسف. طيب. لان هيبقى فتره يعني، لان انت لو مش هتلعب الشناوي مباراه سيمبا 9 وبعدين عندك 14 وبعدين عندك 18. طيب هتريح الشناوي 10 ايام وبعدين يخش على مباراه الزمالك، ولا انت من رايك ان ممكن ياخد مباراه النصر علشان يستعد بيها بعد 4 ايام لمباراه الزمالك، ولا حارس المرمى انت شايف؟ بص اتفضل. من وجهه نظر يعني بدايه الشناوي عايز يريح فتره، تمام. ادي نمره 1. نمره 2 مش ماتشين اللي هيفرقوا مع الشناوي، تمام. يعني ده شيء اساسي، مش ماتشين اللي هيفرقوا مع الشناوي. نمره 3 من يوم 9 ليوم 18 او سي من يوم 4 اللي هو اخر مباراه هيلعبها ليوم 18 14 يوم تحديدا هو مش هيريح، وهيتمرن كل يوم، هيتمرن كل يوم طبيعي. ولكن هيريح من ضغط المباريات وفي نفس الوقت ندي فرصه لعلي يلعب مباراه كامله 90 دقيقه لانه بقاله كتير ما لعبش. اخر ماتش اعتقد كان الماتش اللي هو اللي توقف فيه محمد الشناوي، وقبليه كان الماتش كان ماتش المقاولين اللي اتلعب 3-2 اعتقد، وقبليه كان ماتش الوداد عندنا هنا في البطوله السابقه لما نزل الشوط الثاني، تمام. مصطفى اخر ماتش لعبه الكاس 2-1 ترسانه 2-1 من حوالي مثلا من كتير تمام. فلازم الحراس يبقوا اب تو ديت ولازم يكون رجلهم موجوده في الملعب على طول. الله اعلم اللي ربنا يحفظ الشناوي يا رب يقعد 17 سنه يلعب على طول ماشي، انما لازم الحراس تكون موجوده في الملعب، رجليها تكون موجوده في الملعب. فرصه ماتش سيمبا وماتش النصر انه الحراس يلعب. سيمبا تحديدا يا كابتن